فيما يخص ولاية تيبازا فقد تم تسجيل 10 حرائق كانت تهدد أكثر من 12 قرية على مستوى بلدية غولايا فقط، حيث قامت إسعافاتنا كأولوية العمل على حماية سكان هذه القرى والمداشر. أولا حيث تم إسعاف 25 شخص، لكن للأسف سجلنا وفاة شخصين على مستوى دوار مهابة الذين كانوا على متجنة داخل متجنة. العمليات راهي متواصلة إلى حد الساعة، حيث تم إخماد عدد كبير من الحرائق على إطر العدد المعتبر من الحرائق والخطر الذي كان على مستوى تيبازا. تنقل سيد المدير العام إلى عين المكان حيث قام بتفقد ومعاينة كل الجهاز المتدخل، وأعطى تعليمات بإرسال إمدادات من الجزائر العاصمة وأيضا من الوحدة الوطنية وتدريب التدخل من أجل تدعيم الوسائل المتدخلة. وأيضا تم صباح اليوم تدخل المروحتين من المجموعة الجوية التابعة للمديرية العامة.